حلقة جديدة ديال جارية جاري، برنامجكم الأسبوعي اللي من خلاله كل مرة كنزيدو نتعرفوا أكثر على عادات وتقاليد جيراننا في مغربنا الكبير. بداية هذه الحلقة غادي تكون من ليبيا. الأخبار ديال تنظيم كأس إفريقيا 2017 عطت للشعب أمل في تنمية اجتماعية واقتصادية، في الوقت اللي مجموعة ديال الشباب الموريتانيين كيترفعوا على بعض الحرف أو المهن، وكيعتبروا الانضمام لبعض القطاعات هو هدف وحق. أما في تونس فترفض الخبز كيحتم على المواطنين امتهان أي مهنة واختلاقها إلى طلب الأمر، الشيء اللي كيخلينا نكتشفوا مهن صغيرة وحيوية. في الجزائر ويوم بعد يوم طلب على الملابس التقليدية كتزاد والثمن ديالها كيرتفع، أما الحرفيين فكيحاولوا أنهم يحافظوا على الأصالة ويسيروا التطور والحداثة. وطبعا فقرة حمزة الفلالي لتنشيط الحلقة كيف العادة معايا إيمان عسلامة، ميلود مرحبتين، مامادو شكرا، ياسمين الخير، والفكاهي ديالنا حمزة الفلالي. تعرفوا حلقتنا ما يقدر تكمل الا بوجود ضيف كيشرفنا بحضوره،
كيجي يشاركنا حديثنا وكذلك كيهضر لنا على حياته الشخصيه والمهنيه. ضيفة حلقة اليوم كتقول أنها شربت الموسيقى في المغرب وهضمتها في ميريكان فين دارت سميتها وخدات نصيبها من الشهرة. كتغني العربي الكلاسيكي المغربي وحتى الغربي. الفن ديالها ما منعهاش أنها تكمل قرايتها واللي سمع صوتها كيتنبأ لها بمستقبل مشرق. نستقبلوا جميع الفنانة الرقيقة نضال إيبورغ. نضال مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك. كنشكرك بعدا على المقدمة الجميلة. كنشكر الجمهور اللي معنا. هذا الجمهور تبارك الله عليكم. تحية لكم وتحية للجمهور والمشاهدين اللي معنا. شرفتينا نضال. ربي يخليك. بداية نضال هذه السمية يعني ما متعودينش أننا نسمعها، شكون اللي سماك نضال؟ اللي سماني نضال صراحة الوالد تاعي. ماما وبابا كانوا في ناشطين في العمل السياسي وكانوا متحزبين فسموني نضال نظرا للأنشطة السياسية ديالهم. إذا هذا رمز بالنسبة لهم. هو اسم رمزي اللي كي يعني اللي كيمثل المسيرة، خصوصا بالنسبة للوالد أنه كان هو مثقف وكان ناشط حزبي فاسم رمزي لهم مناضل. نعم أبو نضال. إذا احنا فرحانين بك بزاف اليوم. ربي يخليك. وانا فرحانه بكم وفرحانه بهذه الوجوه الجميله اللي معنا وان شاء الله تكون حلقه خفيفه. اكيد. وحنا غادي نتعرفوا عليك اكثر على مدى الحلقه، غتشاركينا حديثنا اليوم طبعا. اكيد اكيد. بدايه غنبداو فقرتنا اللي هي كود كور كود جول، وعندنا كود كور من تونس. عندي كود كور على ان كلاسمون عملوا تومسون ريترز فونديشن، نعرفش لونجلي نتاعي ماهوش دايره، بارابور لو دوا دي فام دون لي بيي عرب، حقوق المراه في البلدان العربيه. دونك تونس تحتل المرتبه الاولى في البلدان المغاربيه، مي المرتبه السادسه في الترتيب العام. في المرتبه الاولى نلقاو جزر الكومور، المرتبه السادسه نلقاو تونس، السابعه الجزائر، الثامنه المغرب، المرتبه التاسعه ليبيا، ومرتبه 11 موريتانيا. لازم تحسنوا شويه موريتانيا، مش معقول هكا في بين اي في شوية. انا فرحت قلت شنو نعملوا توب 10 نتاع البلدان المغاربيه، انتم فسدتوا لنا الكلاسمون. وفي المرتبه 22 عندنا ليجيبت اللي تجي بعد السعوديه بيزارمون، دونك ليجيبت هي اخر واحده في ترتيب في حقوق المراه سولون الكلاسمون هذايا. ونقدروا نفهموا علاش جزر القمر جات في المرتبة الأولى، حيث كيقولوا في جزر القمر أن المرأة هي اللي كتجيب راجل في الدار. موريتانية هذيك هي. لا جزر القمر. كتجيبو يسكن عندها. ماشي هو اللي كيمشي ماشي هي. كتخطبو هي وكل شيء. ماشي تخطبو. لا كتسكن عندها في دارها يمكن ياك، ماشي كتسكن عنده في دارها. عندها البيت تما. هو اللي كيسكن عندها في دارها. حفاظا على سلامتها، الوالدين ما يخلوها تمشي عند راجلها. كيسكن معاها في دار والديها. دار والديها. ماشي تا في دار. هي اللي كتسكر. صافي انا للبي. احنا عندنا ظهر هذيك في تونس تاع الراجل يمشي يسكن في دار والدين مرته. تخي سوفون خاطر ما عادش عندهم فلوس باش يشريو ديار ولا حاجه، ودونك ياخذوا الباي من باي ليغيتاج نتاع الطفله، دونك يسكن فوق دار نسيبو جينيرالمون. نعم. اذا غنمشيو لعند ياسمين اللي عندها اليوم كود كول. عندها كود كول هي حكايه اللي صرات اون المانيا. في المانيا واحد زريح حبسوه لابوليس، هو في لوتوغوت حبسوه لابوليس، قالوا له حرقت ان ستوب، حرق ان ستوب. هو قال لهم نو، هو صح حرق ان ستوب قبل ما يدخل لوتوغوت، وقال لك بصح ما كانوش لابوليس. يعني سارق وكذاب. سارق وكذاب. اه مش يحرق ويزيد يكذب. قال لهم نو باسكو هو اللي تي بيرسوادي عن باله في راسه، ما كان حتى بوليسي شافوه. دونك بدا يلعب معاهم، لا لا ما شرك. هو قالوا له لا لا حرقته، دونك نحاولوا كوارتو تو. ومن بعد قال لهم بصح كيفاش عم بالكم بلي كوم فو سافي باسكو ما شفتوناش؟ قال باسكو المواطنين اللي جازوا طوموبيل لي كوندكتور قالوا لنا بلي كاين واحد طوموبيل عطاو لهم نوع طوموبيل اكسيتيرا، وهاد الطوموبيل حرقت ستوب الاخر باش يحبسوا. هذا شنو هو بالعربي؟
نعم ماشي سي با جوستومون علاش سان كود كول باسكو شراوها ليه هذاك ان اكت سيفيك خاصنا نكونوا مواطنين سيتويان خاصنا حنا هذه طريقه باش حنا ندافعوا على جوستومون باسكو حنايا عندنا حنا عندنا في الجزائر باغ اكزومبل لاكت سيتويان سي كي يدير لك الضو باش يقول لك بلي كاين غدا قبلك وكيدير لك الضو باش يقول لك بلي لا بوليس راه موراك ولا قبلك راه كاينين راه هنايا باينه لا دونك فوالا حنا عندنا كلش بالمقلوب مي اون ميم طون حنا لو كود دو لا روت واعر بزاف تما باش تحرق ستوب عندك 3 شهور بلا بيرمي ينحيوه لك عندك لاموند او يزيدوا ينحيوا البيرمي مي بون اه لو كود دو لا روت تري زعما هذه غير الا حركتي الضو اه الا مشيتي بسرعه يمكن فات شي 3 شهور ديال الحبس الحبس لا لا سنو لا لا الحبس كنظن الا كانوا دي ديغا الى عاد كاين بخصوص الضو هنا غنعاود لكم قصه اختي اللي طيبات لنا الرز والحور في برنامج الاكل الخليجي ونحييها من هذا المنبر مره كانت في احدى الدول امريكا اللاتينيه سان دومينغ وحركات الضوء وقفتها وحده شرطيه قالت لها حركت الضوء قالت لها انا اولا جايه من افريقيا وبالنسبه لهم افريقيا في عالم اخر خارج الكون خارج الكون خارج الخريطه قالت لها حنا في افريقيا الضوء الاحمر معناها زيد والضوء الاخضر معناه احبس وصدقاتها وخلاتها ودازت ولكن هذه ما تعاملت معها ربما بذكاء اللي تعامل بها واحد شرطي في الولايات المتحده الامريكيه مع واحد وقيل لا حيت هذيك ما كانت ذكيه وهذا كان ذكي شويه يلا سير واحد سيد دار مخالفه وتبعه ولكن السيد ما بغى يوقف حتى وصل مجموعه من الناس ووقف والشرطي جاء قال لي علاش ما وقفت درت المخالفة قال لي درت المخالفة ولكن ما قدرت نوقف علاش حيث أنا ما ندوي بالإنجليزية وما نتفاهموش ولا وقفت أش كان ديرو هكا تكرفص عليا على شي حاجة ما كايناش ها هما الناس دابا يترجموا قال لي هذه المرة ما فهمتهاش عاد سمح لي عاودنا القصة لا سمح لي غادي نمشيو عند النهار نسولوها واش عندنا ان كود كور ولا ان كود كول ان كود كور لأنه يلاه جيت المغرب ملي كنجي كيعجبني نشوف ديك الحياة البسيطة ديال الناس هنا في المغرب كيعجبني نمشي الأحياء الشعبية يلاه ديك النهار كليت الببوش حدا كازا بوغ كيعجبني نشم ديك الريحة ديال الريحة ديال الحياة ديال المغرب ملي كنوض الصباح كنحل الشرجم هنا بلادنا بالفعل كاينة واحد الريحة خاصة عندها فكيعجبني نشوف هاد المسائل في المغرب مسائل اللي باقا لحد الان كنتسائل فيها هي السوغان في المغرب حيت الطرقان ضيقين وعاد الناس كيزيدوا يمشيو وكتلقى واحد واقف في دوزيام بوزيسيون صو بحال دوك اللي تيسوقوا في لافورم اللي كتكون كتعلى دايوغ كلي نضال صحيح خاطر انا بون مانيش مغربي دونك نجي من تونس حاجه تعجبني برشا في كازا خاطر ما فماش برشا بلايص فين ندور والا ما نعرفش وين نمشي لي دون اندرو توريستيك حاجه تعجبني برشا هي الحيويه ولا ديناميك اللي فما في كازا والعباد اللي تتحرك وتحسها فريمون سي اون فيل تري فيفونت و جو رجوان هي لا كابيتال ايكونوميك يعني دائما كاينه حركه نضال نضال قبل ما نزيدو نتعرفوا عليك غادي نشوفوا دي زيكستري ديال كنظن سهره ديالك نعم ونرجعوا
نضال كتسيفي كاينه ياك متفقين معايا منين جاتك الرغبه للغناء نضال؟ منين جاتني الرغبه للغناء؟ كبرت يعني منين عقلت على راسي صغيره وانا كنغني، يمكن الجو العائلي اللي كبرت فيه هو اللي خلى عندي هاد الولع هذا. الوالده تاعي كانت باغا تكون عندها مسيره حتى هي في الفن، كانت كتاخذ دروس في الموسيقى في المعهد ديال الرباط، المعهد ديال الفنان المرحوم الغرباوي. والموسيقى اللي كنت نسمع لها ملي كنت صغيره كان الوالد كيحط الموسيقى الكلاسيكيه ديال باخ، تشيكوفسكي، وكنا كنسمعوا الموشحات، ام كلثوم، بالاضافه الى التراث المغربي والاغاني المغربيه. فهذا كله خلى انه تكون عندي واحد الرؤيه، واحد النهار نبغي نشوف راسي حتى انا فنانه فوق الخشبه. هاد اللقطه اللي شفناها هي سهره في امريكا من بين السهرات المتعدده اللي كتحييها. احكي لنا شويه على هاد السهرات. هاد السهره هذه كانت في الميوزيك هول في ديترويت في ولايه ميشيغان، كانت مع اوركسترا الموسيقى العربيه، وكما شفتوا الموسيقيين كانوا عرب وكذلك امريكيين اللي هما دراري كيدرسوا الموسيقى العربيه ومهتمين بالثقافه العربيه. عملت بزاف د الحفلات في ولايات مختلفة، في واشنطن، في كاليفورنيا، في نيويورك. يعني من خلال هاد الحفلات هذه اكتسبت أولا تجربة على المسرح مع موسيقيين وأسماء مهمة، وكذلك دائما كنحاول نعرف بالثقافة ديال البلاد، لأنه حتى من بعد الحفلات كتلبس لباس المغربي، القفطان المغربي، وكيعجبهم وكيجيو كيسولوني. فهذا كان يعني دور أنني نسافت واحد الرسالة للجمهور، لأنه الجمهور ما كانش غير جمهور عربي اللي كيسمع الموسيقى العربية، ولكن كذلك كان جمهور أمريكي. كتغني حتى أغاني مغربية؟ كنغني حتى أغاني مغربية على حسب الحفلات وعلى حسب الموسيقيين. مؤخرا عملت حفلة في فيرجينيا وكذلك حفلة الجالية المغربية في مونغيال. احنا في الحقيقة ما كرهناش نسمعوك اليوم في البلاتو. ليه معلا؟ علاش لا؟ ولكن بعد هذا الفاصل.
بارك الله فيكم. شكرا نضال، تبارك الله عليك. الله لا يخطيك. فين مخبيه هذا الشيء كله؟ في الجسم الصغير. علاش ما كنشوفوش نضال في مهرجانات مغربيه وفي القنوات؟ يمكن بحكم اقامتي في امريكا، يعني فيما كنجي كنحاول نعمل حفلات وسهرات هنا، لكن معظم حفلاتي كاينه في امريكا، ويمكن داكشي علاش ما حضرش. ولكن هذا ما كيعنيش انه يعني باغا نعمل الحفلات في بلادي، لانه في امريكا معروفه نضال كتمثل المغرب في امريكا، فنبغي انه نكون حاضره في بلادي كذلك. نعم، حتى حنا محتاجين نسمعوك ومحتاجين نشوفوك ان شاء الله قريبا. كتهيئي دابا حاليا شي اغنيه؟ كاينه اغنيه جديده غادي تصدر، اغنيه مغربيه، سينجل جديد بعنوان سول قلبي. تعاملت فيه مع مجموعه من الشباب، لانه كنبغي نتعامل مع مواهب شابه. تعاملت على مستوى اللحن مع رضوان الديري، وعلى مستوى الكلمات مع زكريا الحداني. غادي نسمعوها قريب. نسمعها لكم دابا. تفضل. انت يا النور اللي نمشي بيه، انت يا القلب اللي نتخبى فيه، ماشي بيدي ديما نسال عليك، ومن عين الناس شحال نخاف عليك. ما شاء الله. جديد، لانه الناس كيعرفوني دال بالاغنيه الطربيه، الاغنيه الكلاسيكيه، ولكن هذا لون جديد غادي نقدمه، فان شاء الله تعجب الناس. ان شاء الله اكيد. نضال حنا مازالين معاك طبعا، ولكن غادي نمشيو للفقره ديالنا المواليه اللي هي اول موضوع عندنا اليوم مع ميلود من ليبيا. اليوم نبي نحكي على استضافه ليبيا لكاس افريقيا 2017. طبعا مستعده ليبيا الان لبناء تقريبا 5 ملاعب في مدن مختلفة، بالإضافة إلى إتمام صيانة ملعب بنغازي، وهو ملعب كبير يسع تقريبا 65,000 متفرج. وهذا طبعا له تأثير على الجانب الاجتماعي لدى المواطن الليبي، خصوصا في المرحلة اللي تمر بها ليبيا الآن. هو يعطي الطمأنينة للمواطن أن البلاد ماشية في السياق الصحيح، بدليل موافقة الاتحاد الأفريقي على منح ليبيا شرف استضافة 2017. كذلك محقق فرحة داخل البيوت، العائلات فرحانين، والشباب بالذات باعتبار الشعب الليبي مثل أي قطر في المغرب الكبير، يحب الرياضة يعني، وبالذات كرة القدم. فمحقق نوع من البهجة والسرور عند الشباب. أما من الناحية الاقتصادية، فإن وزارة الشباب والرياضة في ليبيا لما وقعت عقود مع بعض الشركات الأجنبية من أجل بناء هذه الملاعب، طلبت منهم أن يكون نسبة الشباب الليبي هو الغالب في المجال العمل. اتاحت فرصة للمهندسين وللصنايعية والمبدعين للاحتكاك بالخبرات الأجنبية، باش يعرفوا كيفية بناء هذه المباني الضخمة والملاعب الكبيرة، وتكسب هذه الليبيين طبعا خبرة في مجال يعني يعتبر جديد على ليبيا، باعتبارنا في الفترة السابقة ليبيا كانت يعني ما نقدرش نقول غائبة بشكل نهائي، ولكن مش بالشكل المشرف لليبيا، باعتبارنا ليبيا بلد المواهب وفيها نجوم في مجالات مختلفة. فنقول إن شاء الله حيكون كاس ناجح، ونتمنى المغرب الكبير كله يكون متواجد في هذه البطولة يعني. إن شاء الله، وكنتمنوا لكم طبعا، احنا فرحانين لكم بهذا الكأس، وكنتمنوا أنها تحقق لكم شنو كنتمناه. يا رب. ميلود، أنت كحكم، أنا إش كيكون دورك في 2017؟ أنت كحكم بلا ورقة حمراء، حيث كل ما أعطيتهم الممدو، إش كيكون دورك؟ لا، أنا حنعطي بطاقة بيضاء لمن يشارك ويساهم في نجاح هذه البطولة في ليبيا. شحال من ملعب يكون عندكم في ليبيا؟ الموجودات الان ملاعب اللي ممكن نقول ان ملعب حقيقي هو ملعب واحد، بعد ما تم فك ملعب مدينه بنغازي اصبح عندنا ملعب مدينه طرابلس، هو الملعب الوحيد اللي يكاد يكون جاهز يعني. حيتم بناء تقريبا 5 ملاعب، تقريبا ملعب في مدينه الزاويه، وملعب في طرابلس، وملعب في سبها، وفي ملعب في البيضه، وفي سرت، ويقال ان في ملعب اضافي في تقريبا في مدينه طبرق.
يعني تقريبا ستة تقريبا ستة إلى سبع ملاعب، يعني لأن في مدن قالوا إيش معنى نحن ما عملتوش عندنا ملعب يعني. بركة. فإن شاء الله خير، ونتمنى أن نشاهدك في مشاركة في حفل الافتتاح مثلا فكرة. في هذه البطولة يعني. إن شاء الله. علاش؟ لأ أنا معجبة بالتراث المغاربي، وليت مؤخرا كنسمع بزاف الاغاني الليبيه لانه عندهم ايقاع خاص بهم جميل جدا، وكذلك الاغاني التونسيه، وانت نتعلم شي كلمات هلبه هلبه شنايه هلبه هلبه يعني انتم تقولوا بزاف. بس هذه الكلمه تقال في الجزء الغربي من ليبيا، نحن نقولوا واجد من الكثره والوجود، يعني واجد يعني هو الكثير، وهلبه هلبه تقال في العاصمه وضواحيها يعني. بما اننا كنتحدثوا على الرياضه، انا كنعرف انك رياضيه ملي كنتي صغيره، يعني كن هضري لنا شويه على هذا الجانب اللي ما كيعرفوهش الناس. كنت لاعبه جيمباز لمده 8 سنوات، وكنت دائما معجبه ببطله عالميه اللي الوحيده كانت ساعتها في الالعاب الاولمبيه، يمكن ديال سنه 1970، خدت 10 على 10 في السول وفي الشيفال، ناديا كومانيتشي. ناديا كومانيتشي اللي كانت فكنت كتعجبني رياضه الجيمباز، وكيعجبني كذلك التزلج الفني. باقا كنمارس الرياضه مره على حساب الوقت باش نخلي يعني الرشاقه، ولكن لي موفمون ديال الجيمناستيك صافي نسيتيهم. ولكن التزلج الفني، واش ما عمرك ما كانت لك فرصه في امريكا انك ديريه؟ هي كاينه الفرص، ولكن حيت كنخاف نطيح ما عمري ما زعمت. كيكونوا الدراري الصغار تيكونوا تيلعبوا في لابيست، وانا ديما شاده غير في حدا الحيط. اذا غادي نمشيو لموريتانيا ونشوفوا موضوع اليوم مع مامادو. موضوع اليوم كيتعلق بترفع الشباب الموريتاني عن بعض الاعمال، ويمكن ارجاع هذه الظاهره الى انه في السابق ان الشاب الموريتاني دائما كان كيعيش مع والديه، اذا نفقه وكل شيء 100% على حساب الوالدين، وهذه من الاسباب. ونقدروا نقولوا والعراب نتاعو اللي كتعقل ايمان كتعقل واخا ماشي مشكل، تبع معك هي كتسجل هي الموثقه هي الموثقه، وهذاك هي الموثق الرسمي ديال موريتانيا. لا انتم خدامين معايا ماشي مشكل. ويمكن اضافه بعض النقاط، منها ربما انه كيحس يعني بعقده نفسيه. علاش؟ كاين بعض المسائل ما يفضل يديرها والناس كيشوفوا فيه، والدليل على ذلك انهم منين يمشوا لاوروبا ولا يمشوا لبلدان اخرى، يعني كتلقاهم كيخدموا نفس الخدمه اللي ما باغينها في بلادهم، ولهذا بعض الخدمات تلقى فيهم غير الاجانب، مثلا بحال السكافي وهذوك الناس يعني، وهذه الاعمال النجاره وهذا. وبعض المرات كتلقى واحد عنده دبلوم كيقول لك لا انا هذوك الاعمال ما نديرهم، علاش؟ خاصني مكتب اما في مع الدوله ولا مع الخواص. يعني بالنسبه لي خاصو يومين يجي يحل المكتب ديالو ويجلس، علاش؟ حيث قريت وعندي دبلوم. في حين انه هذوك الناس اللي قارن كلهم ما يقدروش يخدموا في المكاتب، ولهذا في الوقت الراهن ولاو كيفكروا شويه على فتح مشاريع صغيره، مقاولات صغيره زياده على انهم ولاو دابا شويه شويه كيشتغلوا في بعض الاعمال اللي ما كانوا يعني باغين يخدموا فيها، ولا لحد ساعه كاين بعض الاعمال يعني. مامادو، هادو بالنسبه للناس اللي عندهم شواهد، ولكن الناس اللي ما عندهم شواهد حتى هما كيرفضوا هذوك الاعمال البسيطه. كتلقى فيهم بعض الناس كيرفضوا بعض الاعمال، كيرفضوهم بالمره، وكيفضلوا كاع يمشوا برا يخدموهم برا، يعني يخدموهم في. والا ما مشاوش لبرا وبقاو في بلادهم شنو يديروا؟ اغلبيتهم كيجلسوا كيولوا عالة على المجتمع، على المجتمع. وهذه من مساوئ يعني الشباب اللي ما فيهم ما يخدم. هل هناك حملات تحسيسية لهذا الشيء؟ لحد علمي ما كاين هناك حملات تحسيسية، اللهم كاين بعض الناس كيعياو من البطالة، يعني يبداو كيتحركوا شوية في بعض المقاولات. حنا في المغرب عندنا القضية ديال البطالة اكوز دو بنادم كيحشم يخدم في خدمة كما كانت
بحكم انني عشت لمده طويله في كندا. المهم رجعت للمغرب اين درب؟ جيت درب سلطان حدا واحد كيف لحم الراس عرفتيش. يمكن هذا من التربيه اللي عندنا احنا في الدول فوالا في امريكان باغ اكزومبل ولا في كندا كتلقى عندهم دو كغون ديبلوم ولا في اوروبا ماشي ولا في دو كغون ديبلوم تيخدم في ان ريستورون ولا كيخدم في حاشاكم تيجمع الزبل وداك الشيء وعادي وكيتخلص مزيان وما كاينش هذيك اللعبه ديال شوف لي الواحد وحشومه. هي ثقافه عندهم لانه كيترباو من الصغر كيعتمدوا على نفسهم واحد. يعني الواحد تيكون باقي في الثانوي وكيخرج كيخدم خدامي صغار باش كيعتمد على نفسه، في حين ان حنا كنشوف هنا في المغرب او في العالم العربي يمكن كما قلتي ما عندهمش مشكل يخدموا دوك الخدامي في بلادهم. ما عندهمش مشكل يخدموا دوك الخدامي برا ولكن ماشي في بلادهم. نعم فكنشوف انا هذا الشيء بالعكس كيزيد يكون من الشخصيه ديالكم، كتبقاش كل ساعه تعيط لماما كيعطيني شي هما كيكونوا صغار ديجا في الدار ما عندهمش هذاك تاع بابا ماما يعطيو لارجون بوشيطو له دراهم. لا لا روح ارمي نو ماشي كيكونوا صغار صغار باش يربيوهم، روح ارمي لا بوبيل عندك ان دولار، روح ارمي دير هكا لي تيش لي تاش ميناجير تاع الدار باش يعطيو لهم لا فان هذاك لو بوبو لارجون بوش. كذلك كاين حتى الناس اللي عندهم يعني اللي غيش يعني الناس لاباس عليهم ما عندهمش هذا المشكل، واخا لاباس عليهم كيعلموا ولادهم انهم يديروا نفس الاشياء، انهم يخدموا في القهوه ولا في الريستورون ولا في هذا باش يربحوا الفلوس، كيعلمهم انهم الفلوس الا خدمتي عليهم الخدمه ماشي عيب. لو فما حاجه اخرى مثلا باش تخدم نجار ولا باش تخدم نيمبورت كال بوتي بولو الكل باش تمشي لبرا باش تبدا عندك سيكوريتي سوسيال باش تلقى عندك لي كونجي بيي باش تلقى شهريتك باهي انت معترف بالشغل نتاعك، الوغ كو باش تخدم عندنا احنا واحد نجار ولا بلومبيي ولا اللي هو ما ينجمش يوقف الخدمه ما ينجمش ما يلقاش عنده فلوس شهريه ما عندوش شهريه باهيه. حتى مثلا شفت هذا يا برشا وحد حارقين يمشيو يقراوا لبرا يقول لك انا نفضل نخدم ميكانيسيان البرا ونعرف روحي نكمل النهار ناخذ فلوسي وناخذ شهريتي وما نخدمش في بلادي مثلا في تونس خاطر عارف ياكل لي حقي اخر النهار. دونك فما زاد المشكله هذيك انهم اللي يخدموا زاد مش لاقين حقهم ومش لاقين فلوس. ولكن يمكن ارجاع هذا كله هو التضامن الاجتماعي اللي كنعرفوه في البلاد، واخا ما عندك شيء اجل خوك ولا عمك ولا قريبك يعطيك يعني بلا ما تفكر. ساره كان في الشوم اذا ولا الدراري مدسرين. نعم وعلى ذكر المهن هذوما الصغيره نهزكم من تونس تفرجوا معايا في ريبورتاج وتشوفوا كيفاش صاير في بلادنا. البيع والشراء في الشوارع هي حرفة ديال مجموعة من الناس اللي كتعول عليها باش تصرف على راسها وعلى عائلتها. كان راجل يخدم فيها قبل المرض طلع قعد لي بالدار مشلول وزات وجلطة في مخه عطت على بده الكل. خرجت انا نخدم على ولادي بس ما نقعد جيعانة. والله عندي أربعة في العيلة والمرأة خمسة وأنا ستة، تشكيلة ستة. عامل اكتفاء ذاتي إلى محالة وربي أنعمتها في الزد والحمد لله، والشكوى لغير الله مذلة. تقدم عالمي. باش تكون بيع وشراي في زنقة خاصك أولا تكون فنان مبدع ومقنع، يعني في كلمة واحدة خاصك تكون قافز. الخدمة عمرها ما كانت عيب كيف ما كانت مادام الربح ديالها حلال. والجواب صحيح، أهلا وسهلا. ومثلا كيما باش ندخلوا في التشكيلة هذا من اقتباس أنا كتبت عليه أكسيون، هذا نحطه نهار آخر في الصندوق يجلب الانتباه ويجلب لي كليونات زاد. الخدمة راهي تحب لها التكتيك، لازم الإنسان يبدع، وهذا الكل علاش؟ من اجل لقمه العيش سبب يعني مسيه. ونزيدك كاين شي ناس وصلوا للعالميه غير بالبيع والشراء في الزنقه. علي فازي اكسيون سبب يعني سي بون سي تري جولي ها. وكونت شعبيه مش في تونس بركه، حتى خارج تونس توا تبارك الله الاقمار الصناعيه والانترنت والتوب نت يا وليدي الامور ماشيه والحمد لله. شكون ما يعرفش الاكسيون؟ تونس كامله تعرف الاكسيون راه والحمد لله. علاش؟ على خاطر نعملوا في مكه احترام اكسيون روندمون اهو يا وليدي والفضل لله. هذايا اكسيون هذايا اكسيون يستحق تصفيقه كبيره. الراجل هذايا اون فيت يبيع الشويغوم، يبيع الحاجات الصغار بابي موشوار وكل في المترو. وتعرفوا مثلا احنا كي نبداو راكبين في مترو ولا في الشارع الكل تخي سوفون ما نحبوش نشيو من عندهم، نقولوا ابعد ولا ما يعينيش الكل. اما هو ديما يعمل ميزان سان، ديما يعمل مجهوده، يعمل جو في المترو الكل باش العباد تشي من عنده. دوك هذاك معروف في تونس الكل ومعروف خارج تونس، وخاطر عامل قدر كيف ما نقولوا لخدمته وعامل امبيونس عامل جو
ولا في الخدمه نتاعو دوك الناس الكل تمشي له. فما زاد مثلا المراه اللي وراها قبل مراه عزوزه مسكينه راجلها جاتو جلطه دوك اضطرت انها تخرج تبيع الخبز في الشارع باش كيف ما قالت ما نقعدش ما نقعدش جيعانه. شفنا اللي بيعوا لي سيجاريت وكل. علاش لي بتي ميتي هذوما ضروريين؟ خاطر سكون ابل لي كوميرس دو بروكسيميتي عطاكي باش تهبط للشارع تلقاهم هذوكم تقف تحكي معاهم. الناس الكل هذوكم عندهم حكايه والعباد هذوكم الكل نستحقوا لهم. تبدا ماشي جيعان في الشارع تعرضك هذيك المراه تبيع الخبز تشري من عندها، يعرضك اللي يبيع السجائر تشري من عنده. دونك تعمل حيويه في البلاد وبلاش هذوكم تبدا البلاد فارغه وناقصه برشا ديناميك. دايوغ شفتهم ياسر عندكم لهنا في المغرب اللي يبيعوا كيف ما اللي يبيع الماء مثلا في القراب. اي اكزاكتومون. نعم اذا غنمشيو لعند ياسمين في الجزائر ونشوفوا موضوع اليوم. اليوم حنتكلموا على الملابس التقليديه. دونك عم بالكم بلي الملابس التقليديه الثمن تاعها راه غير يزيد يزيد هاد زعما من سنه لسنه يزيد لو بري تاعها. الوغ كو عباكم اللي هما عندهم قيمه في الجزائر و سون تري امبورطونت للعروسه، وهي العروسه كي تروح تعرس في العرس تاعها عندها تلبس بين 5-7-8 من ملابس تقليديه متنوعه زعما ديفيرونت. ما كاينش غير العروسه حتى المدعوين كيبدلوا حتى هما 6-7 مرات. نعم انا عاقله حنا سورتو لا فامي لا فامي بيان سينو كيجيو لي زانفيتي ولا زعما المدعوين ما يبدلوش باسكو شغل باينه جات شغل جات تبدل في عرس ماشي مام با فاميلتها شو ما تجي شغل تجي تبان زعما كما تقولوا تعيق عليهم. العائلة ديال العروسه يبدل ولا ما يبدلش؟ العريس يبدل سا ديبو. كاين اللي يبدلوا يديروا دو كوستيوم اليوم واحد قانع بلبسه واحده تقليدي ولا حتى هما يلبسوا تقليدي؟ سا ديبو كاين اللي يلبسوا تقليدي شويه حسب المناطق العائلات حسب المناطق وحسب العائلات. مي اسكو عم بالكم علاش في الجزائر نلبسوا 7 ولا 8 ولا 5 ولا 6 توني ديفيرونت؟ علاش في الجزائر؟ شي بين عياقه زاده بزاف على بيناتنا يعني جوج ثلاثه حنا كنبدلوا جوج ثلاثه زوج بيناتنا. انا تنقول العياقه انا العياقه الا لون عنده رمز ولا هادي سيت اون كيسيون تاع اجتماعيه. نو الوغ مساله اجتماعيه نفهمكم. ياسمين عالمة الاجتماع نفهمكم نفهمكم. كي عروسه تزوج داكوغ انا باغ اكزومبل وحده جايه من الجي زايده وعايشه لتما وباباها ويماها من باباها قبيلي ويماها من الصحراء وراح تزوج مع واحد من تلمسان كومبليكي لازم تلبس لا توني تاع بلادها هي تاع المنطقه تاعها لازم تلبس لا توني تاع المنطقه تاع باباها ولازم تلبس لا توني تاع المنطقه تاع يماها. هذه زعما باش تقعد هذيك التقاليد تاع لا فامي تاع الاسره تاعهم باش يزيدوا التقاليد تاع الاسره تاعهم باش توري باللي هي مفتخره بالتقاليد تاعهم ومفتخره من لي زوريجين تاعها. هذه الاولى. بصح كاين راجلها تانيك وكان ما تلبسش لي توني تاع راجلها يطلقها يقول لها المناطق لا لا ما تقدرش ديرها ما تقدرش ديرها البوبا ما تقدرش انو بوبا نو با لي توني تاع راجلها باسكو يجي كيما قله احترام للعائله تاع الزوج تاعها. دونك اذا عندها راجلها متلمسان تلبس الشده تاع تلمسان واذا باباه قبيلي تلبس جبه قبيليه واذا باباه دونك سي فريمون ماشي دونك عياقه ولا تقعير كيما حنا نقولوا مي سي فريمون بور فير بليزير ا تول موند. حنا يعني من النهار الاول كتعلم دير الخاطر لكل شيء بيان سور. انا حنا سي زعما ما تخممش ميم با ما ديرهاش ديريكتومون كيبداو العرس تو منين هو بون لازم قبيلي لازم تشوف عاده يعني خلات في سي اوبليغاتوار. حنا عندنا واحد الوقت كانوا كيلبسوا حتى اللبسه الهنديه انا ما فهمتش ديك حيت على مود كان جدا يمكن بلي بالافلام الهنديه. لا حنا حاجه اخرى حنا كيلبسوا اللباس ديال المناطق المختلفه ماشي حيت عائلة غير المناطق كاين السوس الجنوب الجنوب الفاسيه الى اخره الشماليه كانوا كيزيدوا حتى الهنديه حيت كانوا عجباهم يعني عجبهم هذيك النقطه الحمراء. حنا تلك ما هي شغل سي بيان كي تروح للعرس تشوف بلي بون ديجا لا فام مسكينه ما تشوفش ما تحضرش بزاف العرس تاعها باسكو تضل تبدل رايحه جايه مسكينه مي بون لا غالب تي اوبليجي. دايوغ لي جون دوكا تكون عندكم في العرس تبدا لا لوغ دوك نقول لك العروسه تدخل فيغ واحد 9 وتخرج من تما 4-5 تاع الصباح. صباح كتجلس على كاع اللي كتشوف اكزاكتومون. الوغ كاين غير حاضره العرس اكزاكتومون. الوغ دوكا لي جون تاع دوكا لي في تاع دوكا ولاو يفضلوا ينقصوا شويه من لي توني تاع ما تقوليش انت جدك معليش جدك الله يرحمه ولا صافو انا نلبس غير لباباك ويماك وخلاص. ما كيعجبنيش دوك الناس اللي في العرس ديالهم كي عرفتي كيبقاو زعما كاع هذيك اللي كتهضر معاها ما تريبوندي لكش تهضر صافا تي با بيان
لا دابا ولاو كنظن الشباب دابا ولاو اكثر كيبغيو هما يستغلوا العرس ديالهم ويفرحوا فيه ويكونوا مع اصدقائهم. لانه هذه ليله ما كتعودش كيبغي الواحد يفرح فيها. نعم صافي قعدوا شويه لي بروتوكول بصح دوكا اون اساي زعما نقصوا شويه هاد البروتوكول هدايا بوغ زعما باسكو توصون لي تراديسيون يتبدلوا. عندي سؤال حيت انت دابا ذكرتي شحال من لبسه وانا كنفكر مساكن هاد اللبسه هاد اللباس كلهم شكون اللي كيخلصوا؟ سؤال وجيه كتكريهم وما غاديش نقول لك لا ما تنكريهمش ولكن هما تيكريوهم قولي لهم دابا يلا ما كريوش صح نو كاين نو جو ريغول كاين اللي يكريو بيان سور كاين اللي يكريو مي الوغ كاين فلوس في الجزائر كاين اللي يكريو سي فغي كون بليس سيل سون دو بليس اون بليس شير زعما راهي غلاو كثر ياخذوا بزاف ولاو ياخذوا من المغرب. كنعرف انا بزاف لي ستيليست المغاربه كيمشيو يخدموا الاعراس في الجزائر يديروا لي كافطون. كاين بزاف اللي يفضلوا يجيو يشريو لي كافطون هنايا في المغرب بلوتو كيشريوهم في الجزائر. مي كاين بوغ لي بري كاين في العرس بكري سورتو كانوا يديروا دو مارياج ديفيرون واحد تاع الراجل واحد تاع المراه. كل واحد يدير وحده تعرض لا فامي تاع الراجل غير انفيتي عندك ومن بعدك هما يعرضوك. دوكا ولاو دو بلوس اون بلوس ولاو يديروا ان مارياج فان بين لي دو فامي واحد برك وخلاص باش ينقصوا شويه باش يتقاسموا لي فري وزعما باش ما شويه بزاف ميم سي لي فامي متفاهمين مليح سي وكان ما يوقعوش المشاكل في العرس على لورغانيزاسيون ولا هذه يقدروا يديروه اونصومبل. وفي لي فخي سي المراه اللي تخلصهم بصح الراجل يعطي دراهم المراه كي يتزوجوا في الخطبه وفي لي فيونسا يعطي لها كموسه مسبقهم بيان سور. اذا غنمشيو عند حمزه ونشوفوا شنو موجد لنا اليوم. قبل ما نقول لك شنو موجد لك دابا بغيت نقول قدام الناس هذيك الامانه اللي وعدتيني بها تعطي لي هو ماشي دابا لا قول لي دابا تشد الفيلم ساليو الحلقه صافي ساليو الحلقه تعطي لي نشوفوا الموضوع ديالنا في لاكابسول ورجع. باش نكون واضحين الانسان ما كيتسلف الا عند الحاجه ولكن مع توالي الايام اصبحت هذه الظاهره متفشيه في المجتمع المغربي وبيني وبينكم الى ما جاش الانسان يتسلف باش غيكمل الشهر. انا الحمد لله عندي استقرار مادي وعائلي كبير حيت كنتسلف كل ما كنتش كنتسلف كورا وصلت مع المدام المحاكي. وتيقول لك المثل الى بغيتي تخسر شي واحد سلفو. انا عدد من الزملاء والاصدقاء سلفوني وخسروني. بالنسبه ليا انا هذا رباح بيني وبينكم هادشي زايد ناقص اصلا ما عندي ما ندير ببنادم حتى نحتاج عند الضروره كنبدا نرطب كنولي ظريف بالعربيه كنتمسكن حتى نتمكن. وبيان سور من كتدخل هذه المعمعه ديال التسلاف اكيد الناس كيبرسطوك في التليفون كيتبعوك كيبقاو يعيطوا ليك فيما مشيتي تلقاهم. لذلك خاصو يكون دمك بارد وقلبك قاصح. اللي بغى يعيط يعيط اللي بغى يتبعك يتبعك اللي بغى يدعيك يدعيك. غير انت ما ديرش على نفسك الدليل انك تسلفتي من عند هذاك السيد. واخا استاذ انا من الصباح وانا تنشوفو تليفون كيسوني وانت كتقطع علاش؟ مزيان من جبتي هذا السؤال وطرحتي هذا الموضوع عفريت نتايا حيت من اولدي من كتدخل المعمعه ديال التسلاف ضروري يكونوا عندك جوج تليفونات واحد للعائله والاصدقاء باش يعيطوا لك وخصك تهلا فيه ويكون زويون. الثاني للاخرين باش يعيطوا لك قوي برزتوك كتلوحوا وكتجنى. سلام عليكم. حمزه نسيت ما نقول لك ما جبتش معايا الامان. احلى بالله شتي هادشي تخلعي شكرا ماشي انا الله يرحم الوالدين راه بحكا شويه. المهم عدد من الناس كيتسلفوا باش يكملوا الشهر ولا باش يقضيو بزاف الاغراض ديالهم. والخايبه هي ان هذا السلف اللي خايبه في السلف هي المده اللي غيرجع لك فيها الانسان حيت البنادم كي كيولف هذه القاعده ديال السلف كتولي عنده عاده ومن بعد كتحول الى مرض وما كيبقاش يرجع ما كيبقاش يرجع الرزق. وهاد الناس اللي كيتسلفوا كيكون عندهم واحد القدره خارقه باش يقنعك دونك خصك تحضي من هاد بحال اللي عندك بحال اللي عندي انا هذا الشيء. لا ما طولتش مع هذا مع البرنامج نخرجوا نبوس الريوصا ونطلب. وكاين واحد اللي كيبغي يتسلف كيكذب عادي هذا تقدر يقتل والديه يقول لك الوالده مريضه باش يتسلف ويوصل للغرض ديالو. انا اللي بغيت نقول للناس هو ان الى سلفتوا لشي واحد خصكم تعرفوه وتكونوا متيقنين انهم غادي يسلفوك حيت كاين الناس عندهم واحد كاين شي وحدين عندهم واحد الاعتقاد ان الا سلفك شي واحد يعني ما محتاجش ليها دونك عطاها لك. دونك فيت اتونسيون. انا من بعد ان شاء الله نحاول نصوب شي فيديو انا ومنى كنطلب فيها باش دير معايا. وكذلك في هذا الموضوع كاينين الناس اللي كيستغلوا الفرصه ديال اللي كيجي يتسلف من عندهم وكيسلفوه بلي زانتيغي.
نعم صح. تقول غادي نعطيك مثلا مليون دير بها شي حاجه ورجع عليا ب 12 ميل ولا 3 ميل، هادي دينيا خايبه ولكن عاوتاني كل واحد كيفاش. نعم وفما دي بروفيسيونيل نتاع التسليف شنو يعملوا؟ ياخذ لك مثلا 10000 ان بوتي مونتون يرجعوا لك في وقته بعد يزيد يخم عندك اكثر يقول لك كما لو خسرت يرجعك في وقت يسالفك من 10 اكثر هذوك النصابين يعني النصب هذا النصب والاحتيال بالقواعد ديالو كيفاش نهضر على هذا الموضوع بينه وبينك ولا يدير دارت حسن دير دارت هذيك دارت خطير هذيك دارت حنا المغاربه اللي اختار عنا الدار تاعتي اللي كيدير دارت اصعب حاجه في الحياه كيبغي ياخذ هو الاول وتيمشي بحال ومن بعد كتجي ثقيله انه يرد الدار مزيانه في حقيقه بينو بينك زعما بوغ ايكونوميزي د لارجون كتولي بحال مخبع فلوس ما فيها لا انتيغي لا ريبا لا والو مزيان تنديرو انا وياك شي دار نبدانا الاولى منى دار انا وياك 10000 درهم 10000 درهم ناخذ انا الفلوس شكون اللي غنغبر اذا غنرجعوا لك نضال بغيت نعرف منين كنتي طبعا في المغرب بديتي كنتي بديتي في برامج بزاف ديال البرامج شاركتي فيها هي اللي كانت منها الانطلاقه هضرينا شويه على هذوك البرامج والناس اللي كنتي معاهم انا ذاك شكون اللي شجعك شكون اللي هي فعلا البدايه كانت في المغرب كنت بديت من خلال برامج مع القناه الثانيه من خلال برنامج نجوم الغد اللي دز فيه كضيفه شرف لانه ما كانش عندي السن القانوني باش ندخل في المسابقه فداروا لي خاطري دوزوني ضيفه شرف ومن بعد برنامج نجوم ومن بعد كانت مهرجانات مهرجان الرباط مهرجان سلا ومن خلال هاد البرامج هذه يعني كانوا بزاف الناس اللي امنوا بالموهبه ديالي وقفوا معايا وكنبغي نوجه لهم تحيه كالاستاذ الحاج يونس مجموعه الناس اللي كانوا اشتغلوا معايا انا ذاك باش انا نوصل للهدف اللي كنت باغا نحققه عندك يعني كنظن ان عندك علاقه مهمه ووطيده مع الام ديالك اكيد لانه الام كانت هي بحال داك ملي كتفرج في الاشهار وكتقول المساند الرسمي كانت هي المشجع الرسمي وكان حلمها هي فانت حققتي لها حلم ربما ما قدرتش هي تحققه ما كانش الظروف مناسبه هي يعني ما اثرت في المسيره الفنيه ديالي لانه كانت توجهني كنت نعقل ملي كنت صغيره فاش كنت غندوز في نجوم الغد كنت غادي ندي قطعه يجاره الوادي وكنت ندرب عليها وهي كتقول لي لا عاود هذه عندها تبارك الله اذن موسيقيه اللي خلاتني نركز على ادق التفاصيل في الاغنيه من يعني ما يكونش الغناء بشكل عشوائي ولكن يكون مدروس ف ماما شجعتني بزاف وباقي لحد الان كتشجعني الله يخليها لك امين امين ويخلي لكم انت وواليدك طيب كاين معنا الام ديالها نعم تحيه منين تكلمتي على يجارة الوادي وفكرتيني في الأغنية اللي غنيتي قبل ديال المرحومة رجاء بالمليح. نعم. أنا كان يعني قصدت أنني نغني هذه الأغنية باش ما نساوش من بين الأسماء اللي كانت مشرفة المغرب في الوطن العربي الفنانة المرحومة رجاء بالمليح. فعلا نعم. إذا ما كرهناش نعاود نسمعوك معنا في البلاطو نضال. أكابيلا بلونجلي. واخا ولكن بعد هذا الفاصل. Love me.
تبارك الله عليك. لا تبارك الله عليك. هذه مفاجأة لأنه الناس ما كيعرفوش أنني كنغني بالإنجليزية، فمؤخرا وليت كنغني أحيانا باللون. في أمريكا كتغني بالإنجليزية؟ في أمريكا لأنه يعني كوني كنتقن يعني كنتكلم باللغة الإنجليزية ساعدني أنني نغني هاد اللون كذلك. كنلاحظوا نضال ملي كنشوفوك يعني في الشوفه الاولى كتبان لنا هادئه و مي كاينه واحد القوه داخليه، كاينه قوه شخصيه، كاين ثقه في النفس. هذا واش كيرجع للتربيه ديالك، التكوين ديالك؟ اكيد كيرجع للتربيه ديالي، يمكن بحكم انني البنت الوحيده لانه عندي جوج خوتي وكبرت ما بين جوج دراري، فهذا عطاني شجاعة أكثر وكنت كنلعب معهم الكرة فديما داخلة معهم في الماتشات الكرة. لكن باش نجاوب على السؤال ديالك، أكيد الوسط اللي تربيت فيه ساهم بشكل كبير في تكوين الشخصية ديالي. وفاش مشيت لأمريكا باش نكمل الدراسة ديالي يعني اعتمدت على نفسي، وليت كنعرف شنو معنيت أنك تكون مسؤول على نفسك، تكون عندك الاستقلالية، تكون شخصيتك تنضج أكثر. وكذلك ماشي سهل أنك تمشي لأمريكا باش تقرأ وتغني تما وتفرضي وجودك، يعني واش عندك مناجر؟ واش كاينين الناس كيخدموا معاك كيشتغلوا معاك؟ بالنسبة للأعمال ديالي الفنية في أمريكا كنقوم بها مع مجموعة الناس اللي كنشتغل معهم اللي هم أصدقاء ديالي، وحنا كان عندنا تقريبا نفس الخط الفني، فكنشتغل مع بعض الموسيقيين اللي تبارك الله أسماء موزونة في العالم العربي وكذلك في الوورلد ميوزك الموسيقى العالمية. قمنا بمجموعة ديال الحفلات في أمريكا، وأنا كذلك بحكم يعني تربيتي وثقافتي المغربية كنبغي حتى أنا تكون عندي رسالة في الفن ونكون حاضرة في الحفلات وفي الساحة الفنية تما في أمريكا. نعم نضال، واش كتبغي ليكيتاسيون؟ كتعجبني، ما عمري ما جربتها. حيت الفقرة ديالنا الموالية هي فقرة في المغرب واللي هي كتحدث على تبوريضة، نشوفوا الروبورتاج. تبوريضة تراث شعبي مغربي أصيل متوارث من جيل لجيل، واللي كيرجع التاريخ ديالو لأيام مقاومة المغرب للمستعمرين. تبوريضة تاريخ وثقافة وحضارة، تاريخ أبانا اللي كانوا كيقاوموا على البلاد ديالهم. فارس تبوريضة باش كينضم لسرب الخيالة خصو يكون متمكن، هذاك الشيء علاش كيتدرب من الصغر كيفاش يتعامل مع الخيل مع البارود ومع السناح. المجموعة أو سرب الخيالة تيكون فيها من 10 حتى 20 فارس كيتزعمهم المقدم اللي تيكون في الغالب هو الكبير في المجموعة. المقدم اللي مكلف لنا بالصربة يجب احترامه أولا، ويجب إطاعته أوامره، خصنا نحترمهم. هو كيتفرض عليه أنه يكون أولا باردي وثانيا يكون فيه الاحترام وزمع اللباقة مع الفريق دياله والذكاء، ومفروض عليه الصبر. وباش يكون عرض سرب خيالة ناجح خاص الجمهور اللي حاضر العرض يشوف الفرسان كيقوموا بنفس الحركات، والأهم هو الطلقات خصها تسمع كأنها طلقة واحدة. على ذكر التبوريدة، نحن في ليبيا عندنا نفس هذا الفن، فن التبوريدة اللي هو الفروسية، ولكن يسمى في ليبيا باسم الميز. سمي الميز لأن ما فيش حد يتميز عن الآخر. الميزة أن هي ميزة عامة، نما في شكل واحد في شكل صف، ولكن الميز في ليبيا يحتفل به في مناسبات معينة، منها ختان الأطفال أحيانا وفي حالات الزفاف، طبعا رمز للفروسية وللشجاعة. نعم، إذا غنمشيو من عالم الفروسية والتبوريضة لعالم الضحك وغنشوفوا حمزة شنو وجدنا اليوم. اليوم عندي لكم واحد الدري اللي تعودنا نشوفوه اللي كيضحكنا كلنا، سواء في الناس اللي كيتفرجوا في التلفازة ولا كيشوفوا لي فيديو في يوتيوب، كلشي كيعجبو. بلا ما نعطلكم نقدم لكم يسار. ما لاحظتوش هاد الايامات وليتو كتسمعوا شي اسماء ديال الرجاله
رطبين. كتسمع أنور، أمجد، أسمر، أخضر، أحمر، أدور جلو لملونات ديال الشيتا. بكريكتي كتسمع السمية ديال الراجل كيطيح لك الطونسيو. بوشتا لو بيغ دو لا بلوي، هذا لا مشى تعطس بحال ضربت راه في بن سليمان. وكتسمع العربي الفرنسية كلافي أغاب. بوش عيب، بوش عيب. في خباركم هذاك بوش ديال أمريكا راه أصلا مغربي. آه مغربي ومذكوري من مذاكرة. هو أصلا ما كان سميتو بوش، كان سميتو بوش عيب. جاتو القرعة ديال الميريكان، مشى الميريكان بقى سميتو بوش، العيب خلاه في مذاكرة. سبحان الله العظيم بكري كانت النية. كان الدري باقي لها شهر وصايب لاكارت وغادي مع مو الحمام هاني. كيقول لهم انا خلوني نلعبها في البرمة. طموحاته ضعيفة قوي. دي معك شي واحد نادو ديال دابا يخرج يعاود لك اللي كاينه واللي ما كاينه. يخليكم تا تكون مجموعة العائلة وينقص. أبابا راه مشيت مع ماما اليوم للحمام. عقلتي على داك الشورت الأحمر اللي تشفرينا من السطح وسبيناه في قريقيبة؟ أمرت الزيتونية اللي دات. ومني ذكرنا الحمام وليتي كتدخل الحمام كتلقى دوك البلايك اللي فيه أكثر من دوك اللي في لوطوروت. ممنوع الإغتسال وقوفا. ممنوع إدخال الرجلين إلى قاعة الاستحمام. ستر العورة، انتباه، وقوف طافيط. هذيك ستر العورة داروا على قبل هذوك الناس اللي كيدخلوا الحمام شورت بيض كيكب عليه الماء كيولي على الهواء مباشرة. وبكري بكري كان كيدخل الراجل الدار وكيحنحن الصفارة ديال الكوكوت كطير من بلاصة. سدادر سدادر كيديروا جوج جوج وكيطلعوا يتشمشوا. ولاش كيتصنت الغيوان وعبد الهادي بالخياط القاصح؟ دابا وليتي كتلقى الراجل غادي لدارو طالع في الدروج كيلعب بسوارت وغادي شخبط شخابيط لا خبط لا خابيط مسك الالوان وراسه معال. كيدخل كيلقى مرتو كاعيه كيقولها حبيبه ياك ماما مابقاتش عاجبك لا فواتيغ نبدلوها، ياك ما قلقاتك ماما نجريو على والديها. الراجل بكري كان كيدخل كيلقى مرتو كاعيه كيقولها شي مال مك رابطة هذيك الغوبة شاك ما صلات البوطة. الرجالة ديال بكري ما كانش عندهم مع الكادوات. أنا راه جدي خدا لواحد جدة خدا لها سروال في يامات المسيرة باقي كيسول عليه لدابا. شتا داك السروال الخضر ما بقيتيش لبستي واش ما بقيناش معمرين لك العين ولا كيفاش قادي؟ واحد السيد كنعرفو تزوج واحد الدرية من هادو ديال دابا من هادوك صحابات ماما غطيني سرق الزيت غيجيني. السيدة ما كطموش من قدام البيستي، أه فلانة تينوضي طيبي لينا من ناكلو، شناهو؟ نطيب لك على خير يامين ولي طيابة، أه فلانة نوضي صبني لينا حوايجنا، نصبن؟ إوا هادي اللي بقات لي على خير يامين ولي صبانة، أه فلانة نوضي جفي الدار، نجفف؟ إوا هادي اللي بقات لي حتى هي على خير يامين ولي جفافة، قال عرفتي أش غديري؟ غتجمعي حوايجك وغتمشي لدار باك، قالت لي علاش؟ قال لها حنت على آخر يامي غنولي غادي للحبس. ميرسي. عاجبكم هاد الشيء رجالي؟ العيالات عاجبكم هاد الشيء؟ لا ايوا هضروا. اذا من عندي يسار غادي نمشيو فقره في بلادي واللي اليوم عندنا من موريتانيا. في موريتانيا اليوم عندي لكم حول عندي لكم موضوع حول المآثر التاريخية ونشوفوا ريبورتاج ونرجعوا. مني كنهضروا على التاريخ والمدن التاريخية يمكن لينا نهضروا على موريتانيا اللي فيها مدن عندها تاريخ قديم بزاف. أهم هاد المدن ودان، تيشيت، ولاتا، وشنقيط. أشهر المدن التاريخية الموريتانية واللي تبنات عام 776 ميلادية وكيتواجد بها جامع شنقيط أقدم مسجد معروف في موريتانيا. ولاتا صنفتها منظمة الأمم المتحدة اليونسكو تراث إنساني مشترك عام 1987. في القديم
كانت كتمثل جسر الحضارة العربية الإسلامية وملتقى القوافل التجارية ما بين العالم العربي والأفريقي، وكيتواجد بها آلاف المخطوطات والتحف الفنية اللي كتحكي تاريخ الحضارة الصحراوية. المهم موريتانيا عامرة تاريخ فيها آثار من العصر الحجري، واللي بغى يستمتع بتاريخ وفنون الحضارات القديمة راه في موريتانيا يلقاهم. إذن انطلاقا من هذا الريبورتاج اطلعنا على المآثر التاريخية اللي موجودة في موريتانيا والتي توجد في مناطق في عدة مناطق يمكن ذكر منها ودان وشنقيط، وهي مدن تتمتع بمآثر تاريخية لا سيما ناحية ثقافية منها المتمثلة في المخطوطات. وشكرا لكم كالعادة. إذن نضال قبل ما نختم هذه الحلقة ما كرهناش نعاود نسمعوك أكابيلا، نسمعوا شي حاجه من اختيارك طبعا بحكم ان البرنامج مغاربي، نسمعوا شي حاجه تونسيه. تونسيه تفضلي. هي الفنان زياد غرصة. عزيز قلبك ما صابني، عزيز قلبك ما صابني، عزيز قلبك ما صابني، شوفوا جرايرو ما نابني، انا عزيز قلبك ما صابني، شوفوا جرايرو ماذا صار، قعدت حيرا والفكر اختار، شوفوا جرايرو ماذا صار، قعدت حيرا والفكر اختار، وبديت ندور من دار لدار ولا حتى واحد يجاوبني، انا زيز قلبي ما صابني. كنشكرك بزاف نضال على حضورك معنا، شرفتينا في هذه الحلقه. ربي يخليك، شكر ليا، وكنشكركم، كنشكر هذا الجمهور والمشاهدين اللي معنا، وكنشكرك بالاخص الفنانه الجميله ديالنا منى فتور، ربي يخليك ديما منوره. شكرا. وتنتي ان شاء الله كنتمنى لك جميع تحقق جميع احلامك والنجاح والمزيد من النجاح لانه فعلا تستحقي. ربي يخليك ان شاء الله. بس مشاهدينا نهاية الحلقة وصلت، كنعطيكم موعد الأسبوع المقبل، حلقة جديدة، ضيف جديد ومواضيع جديدة، تمساو بخير.
تتكلمي يا مظهر التوحيد، يا مظهر التوحيد، حسبي أنني أحد الشدعة الهائمين الحوم، وعلى هدى الأقدار قام محمد لله في سرائر لم تعلني، وتوالت بشرى الهواتف بالصلاة على رسول الله.